السلام عليكم شباب، تسمعوني؟ عليكم السلام. نحاول نعطيكم لمحة سريعة عن أشعة الإسعاف والبابل والإكس راي. بعد إذنك قدام محاضرة في مجال بعدين ترى الراجع ملف العملي مراجعة كمان سريعة. ماشي ماشي دكتور، إن شاء الله رزق خير يا رب. دائما في أصول لطلب الاستقصاء الشرعي، ودائما نكرر العبارة أشير في بروتوكول، ونبلش دائما بالاستقصاء الشرعي من الأسهل إلى الأصعب. التسلسل المنطقي لدراسة المريض على ضوء كل استقصاء، نطلب الاستقصاء اللي بعده عشان ما نخسر المريض، ممكن تنحل معانا المشكلة بصورة بسيطة وما نضطر نكلف المريض مثلا صورة طبقة محورية أو صورة ظليلة أو صورة رنين. دائما نختبر يرجع إجراء مثلا صورة شعاعية وحدد صورة شعاعية بسيطة مثلا من الصدر، بطن أو صورة شعاعية من الصدر أو كيوبي صورة بسيطة. دائما اسم المريض، نكتب عمر المريض ونكتب شكاية المريض، نطلب الاستقصاء الشعاعي المناسب. مثلا أنا كاتب لك يرجى إزراء صورة بطن، يعني صراحة لحد الآن الممارسة بيجينا هيك جاء صورة للصدر، يعني صورة الصدر تفهمنا بأن هذا المريض مثلا يجوز يكون ثدي، يجوز مامو، يجوز صورة أشعة بسيطة، يجوز صورة طبق محوري. فدائما في استقصاء شعاعي، دائما في بروتوكول. مثلا طلب صورة الإكس إكس آر أبدومينال إكس راي، تشيست إكس راي، كيوبي كيدني يوريترال بليدر، يعني صورة بسيطة للجهاز البولي. استقباب صورة البطن البسيطة، انشباه اشتباه مثلا انسداد نعوي أو انتقاب أو أي ألم بطني متوسط إلى الشديد، انتباه بجسم أجنبي، متابعة حصيات الجهاز البولي، هاي أهم الأسباب. ممكن يكون معنا رض بطن، ألم بطني بربع العلوي الأيمن، اشتباه بتجمع سوائل، نزف هضمي حاد، اشتباه بخباثة داخل البطن. لما يكون رضى البطن دائما نعمل إيش؟ إيكو بطن لما كان طبيب الأشعة موجود يعمل الطبقة المحورية. يكون نشوف دفيته من صغات حشوية أو في سائل حر داخل البريتون. هذه خباثة دائما بالطبقة المحورية كاستقصاء ذهبي، وقبل كل هذه الاستقصاءات نطلب الإيكو. الإمساك ممكن يكون تشخيص سريع عادة، وننوه إلى أهمية إجراء المس الشرجي لدى مرضى الإمساك. المس في الأعمار المتقدمة قد نجي إلى إيكو أو الطبقين في الأفات. إذا دائما نبدأ بالاستقصاء الأسهل، يأخذ صورة البطن البسيطة بعدة وضعيات. مريض نايم على الطاولة AB، يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك دكتور. بكتمل مراجعة على أشعة واحد العملي ولا فقط نظري؟ هاي الجلسة راح تكون لا، نعمل مراجعة بعد نخلص المحاضرة شنو ساعة إن شاء الله، نخطط المحاضرة ونبلش مع المراجعة العملي. تمام حكيم. ممكن يكون وضعية استلقاء أو بالوقوف أو الاتجاه الجانبي الأيسر، يكون كبد من الأعلى بكان
كان شكينا بيرفوريشن أو ريحة بريجوانية والمريض يكون مسطح طالما بحسن يوقف نعمل هاي الوضعية إذن وضعية الأفجاع الجانبية الإشارة يكون كبد من الآلة فنعمل صورة إذا كاثير يصير خلفها ما يضغط صورة أفقية إذا في هواء حر داخل بريجوان إيش يصير معانا يتجمع الهواء تحت الكبد يبين معانا هلال غازي أيسر الكبد أيمن الكبد أي أعلى الكبد أعلى الكبد صورة البطن البسيطة نقسمها إلى 9 مناطق خطين متعامدين علوي أيمن وعلوي أيسر سفلي أيمن وسفلي أيسر وهي الطريقة المفضلة والأسهل المنطقة الأولى هي المراق الأيمن المنطقة الثانية هي الشرشوف المنطقة الثالثة هي المراق الأيسر المنطقة الرابعة هي المنطقة القطنية اليمنى خمسة هي المنطقة السرة ستة هي المنطقة القطنية اليسرى بعدين يجينا المنطقة الحرقفية يمنى والحرقفية اليسرى سبع حرقفية يمنى تسع حرقفية يسرى سبع حرقفية يمنى ثمانية المنطقة الخفلية ننتقل إلى بعض الحالات الإسعافية نشوفها يتوضع الهواء بشكل طبيعي وين داخل الأمعاء في الأنبوب الهضمي كونون خاصة بشكل عام عندنا ثلاث مناطق لازم نشوف فيها الهواء لازم نشوفه بالجبهة الهوائي المعدي ولازم نشوفه المستقيم ولازم نشوفه بالأعور ممكن نشوفه بعد المناطق ولكن هاي المناطق ضروري نشوفها ضروري ثلاث مناطق إذا هي الجيب الهواء المادي في الأعواق المستقيمة هي لازم يكون إذا غياب الهواء بهذه المواقع الثلاث مناطق في عندنا مشكلة أما غياب بقية الأنبوب الهضمي فعالي والعكس ليس صحيح وجود الهواء في بعض العرى المعوية أو الأنبوب الهضمي خارج ثلاث مناطق الحكاية لنا كمان يعتبر طبيعي ما هو مرضي ولكن غيابه هو المرضي شايفين هنا الهلال الغازي وجود هواء حر تحت الحجاب الحاجز في حالة البيرفوريشن علامة ريجلر ساين يمكن تمييز جدران الأمعاء في الحالة الطبيعية والسبب هو كثافة المنة المجاورة ولكن وجود الهواء الحر داخل الأمعاء وخارج الأمعاء يفسر معانا جدران الأمعاء بشكل جيد فنقاط تعتبر علامة ريكارد ساين في علامة ريكارد فاص أو سيدو اللي هي لما تكون أورتين متجاورتين متسقتين بالجدار ويكون مليئات بالغاز بتعطينا مثل كأنه علامة تريجر ساين وأنه عبارة عن أورتين متجاورات ولا يوجد هواء حار داخل البيتوان نحن قيسا نشوف الجدار متسمع مو مثل الجدار اللي ما العادية شايفين هنا صورة توسع شديد لوراء كولونية يدل على انسداد وعلامة تريجر إيجابية في هواء حر داخل وخارج تمام
ما يدل على حالة بيرفوريشن أو انتقال. أكيد أنه هنا صورة لمريض قرحة هضمية يظهر فيها هواء غزير داخل البريتمانوس. علامة الإباطة المنجني، الإباطة المنجني وهو بقايا الحبل السري بالحالة الطبيعية ما يبين، ولكن عند وجود هواء حر داخل البريتمان، عند وجود هواء حر داخل البريتمان يتسمى هنا الإباطة المنجلي مثل ما انتم شايفينه هنا. هذا هو خط الأبيض الإباطة المنجلي، يمكن من الثروات ويقسم الفصين الأيمن والأيسر، هو عبارة عن تليف في الحبل السري في المرحلة الجنينية. بالنسبة لتوجيه الصورة دائما نقطة علامة الكبد والقلب، الكبد على اليمين والقلب على اليسار، ولكن أحيانا يكون في انقلاب أحشاء، ولذلك احنا نعتمد على الفني هو يصور الصورة ويعرف التوجيه المضبوط إذا كان صح صح. طبعا في علامة كرة القدم الأمريكية فوتبول ساين نشوفها بالاسترواح الشديد للبطن، شايفين استرواح شديد والكبد والطحال هنا تسبح بكرة غازية، استرواح شديد في البطن. شايفين في استرواح في هواء حر في الشجرة الصفراوية. طبعا استرواح الحر في الشجرة الشريانية نشوفه، وحين ما بنسميه عن استرواح الجملة البابية، وغالبا نشوف فيه احتشاء المساريق التنخل الأمعاء. شايفين هنا الغاز في الوريد الباب، ما كثير نحسن ميزه بين وبين الطرق الصفراوية صراحة. نشوف شجرة متفرعة وهواء تمثل الشجرة الصفراوية أو الجملة البابية. بالنسبة للجملة البابية غالبا ما تترافق بتهوي الوريد الطحالي، لأنه هو شكل رافد الأساسي لوريد الباب مع الوريد المسارق العلوي والمعدة الأيسر، بذلك وجود بنية أنبوبية وهواء متجنح واليسار يدل على وجود إيش؟ تهوي جملة بابية. يشاهد في الاحتشاء المساريقي دائما أي ألم بطني يا جماعة، أي ألم بطني خاصة المزمن يدعونا لتفكير باحتشاء المساريقي الوريدي، بينما الاحتشاء المساريقي الشرياني فهو حاد وغالبا إنذاره سيء، تتنخل الأمعاء ووفيات عالية جدا. حالة سريرية، جاء مريض مسن الإسعاف فهو يشكي من آلام بطنية معممة وغير نوعية، طلب له صورة إكسار. عندما يشكو مسن من آلام معممة وغير نوعية يجب انتباه إلى الصورة الشعاعية، العظام، السطوح المفصلية، تقييم الآفات التنكسية مثلا أو هشاشة العظام، قد يكون من شاهد. شايفين هنا السطوح المفصلية في المفصل عجز الهرقفي، مظهر شعاعي التنكس، وجود غاز جيد، من الممكن التوجه إلى الإمساك بسبب وجود فضلات أو قنوات الغازات. نشوف عملنا صورة بسيطة للعمود الفقري، شايفين في عندنا تكلس في مكان الأبهر البطني محل السهم، لاحظين دم واضحة.
العادة لا تشخص أم دم بالعادة غير عرضية إلا أن تمزقها أو الصدفة. نجي على أم الدم. أم الدم هي توسع موضع دائم لشريان الحساب بين طبقات الجدار، يمكن أن تنشأ في أي جزء من الأبار، وقد تكون أكثر شيوعا تحت مستوى الشرايين الكلوية. الأبر يكون أكبر لدى الذكور وزاد حجمه مع العمر، يصبح قطر الأبر غير طبيعي عندما يتجاوز 3 سنتيمتر. يمكن أن تنتج أم الدم عن رضا وإنتانة والتهاب، ولكن الآلية المرضية الأكثر تورطا في التصلب العصيدي. قبل عمر 50 وأكثر شيوعا لدى الذكور بأعمار متقدمة. أضخم الأبر المعدل من 10 إلى 15 سنتيمتر كل سنة تقريبا، يزداد خطر تمزق وزيادة حجم أم الدم، لذلك تشخيصيا من الفكرة من وضع استطلاب لعمل جراحي انتقالي. مظاهر السريرين أم الدم معظم أمراض الدم تكتشف صدفة. معظم أمراض الدم عندما ممكن تعمل ألم من الناحية القطنية، ممكن تعمل مثل كوبرجين أو ضغط أو حفر في الفقرات بتعطينا ألم بالعمود الفقري. تظهر التمزق بثلاثية ألم، كتلة نابضة، انخفاض ضغط. وقد لا يترافق التمزق بأي منها. تتفاوت مدة وجود الأعراض وقد تستمر لأسابيع. أغلب التمزقات تفتح خلف الأريكان، طبعا الأبهر موجود خلف الأريكان. موجودات الشعاعية معظم أمهات الدم تكتشف صدفة، يمكن أن تظهر بصماء أو أعراض انضغاط المناعة المجاورة. يتظاهر التمزق بثلاثية الألم وكنت نابضة وانخفاض ضغط. ممكن ما نشوف أي واحدة منهم. الصورة الشعاعية البسيطة تظهر تكلسات منحنية إنبوبية تشبه قشرة البيضة على مسار الأبهر أو الأوعية الكبيرة. الصورة الجانبية مثل ما شفنا من أمام الأبهر واضحة معنا. يمكن مشاهدة التآكل بجسم الفقري التي تقع خلفها. اللي ممكن تعملنا هي ألم بالعمود الفقري نتيجة التآكل واحتكاك أم الدم بالفقرات، وذلك تعمل ألم بالعمود الفقري. عليكم مفيد بتحديد حجمها، تحديد نوع الكاذبة أو التخثر أو المعيار الذهبي. في ناحية كثير مهمة بالإيكو، ما لازم نضغط كثير على بطن المريض، لأنه مجرد الضغط ممكن أن نتمزق. المعيار الذهبي يتشخص أم الدم والطبق المحوري مع حقن ما تظهر إلى، خاصة المالتي سلايز. حالة سريرية، أتى مريض إلى الإسعاف يشكو من ألم بطني معمم ثم يتركز بالحفرة الخلفية اليمنى. دائما نشك بالتهاب الزائد في اليمنى. كان زائد الدنيا يا جماعة، أول ما نبلش ألم سوسوفي ثم ننتقل عند السرعات ثم يصير في الحفرة الخلفية اليمنى. ألم الزائد الدنيا متردد ومترقي، يعني يجي مخاطر شوي شوي، بدأ نغير يشكو بس ألم سوسوفي مع التوجهم، وبعدين شوي شوي يزيد الألم يتركز حول السرعة، وبعدين يتركز بالحفرة الخلفية اليمنى. المعيار الأساسي هو ليكو الطبق المحوري في حالات ما عليكم ما نشوفه خاصة مرضى أسنان، أو محسن نشوف الطبق اللي يكون نشوفه مجيب. شوفوا معوية قطر أكبر من 6 مليمتر غير متحركة وغير مضغوطة. العلامات اللي نشوفها السريرية علامات ماكبورني، الألم المرتد، علامة التروفيسينك، وعلامة الوسواس، والنقاط الحالبية. هيك درستوهم بشكل جيد في الهضمية. علامة مكبرني إيلام موضع بالجسم مضغط، إذا المضغط هو تندر مع مركز الدفاع العضلي. عندنا
عن التهاب رجوان علامة رفسين قيام الربع السفلي الأيمن عند الجسر الربع الأيسر يعني شو الجسر حبر في اليسرى إلى الأنف الأيمن. وسواس الصوت واضح عند حدا؟ لا لا لسه الصوت. كاني بس عند الدكتور راح الله أعلم. أنا الصوت واضح. صوت أوضح؟ إيه صوت أوضح. يا جماعة إن غلاف الأمعاء يعطينا بالمقطع الأرضي علامة الساندويش، المقطع الطولي يعطينا منظر الكلية الكاذبة، التصوير الظليل يعطينا منظر الجراب المقلوب مثل ما شايفين. يتم رد الغلاف إذا شخصها بأول 24 ساعة. وأهم شيء نقطة الطبيب الفاحص إنه يشوف في تموت ولا لا. لما نشوف الغلاف نشوف إنه في تروية بالعرى المعوية، طالما في تروية نحاول نرد. هناك عندنا ثلاث محاولات، كل محاولة لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق. نرفع السيروم، نحط قصدار بولي بالشرج ونحقن السيروم في الزجاجي والسيروم الملحي، نسرب تسريب ضمن كولونات الطفل، فبيمشي السيروم بيرد الغلاف. لا ونرفع الكيس السيروم 3 أميال أو 90 سنتيمتر حوالي متر، ويحقق لنا 3 محاولات. حتى حين بعد الجراحة نود الغلاف وينكس معهم فيرجعوا على شعرهم مشان يردوا. دكتور راح الصوت. دكتور
دكتور إذا كنت سامعنا فما في صوت. الأول يصير تختلف المظاهر حسب الأنماط، ممكن يتظاهر بانقطاع تام للتروية وذلك يصير غانغرينا أو غانغريوس، تموج وانتقاب وتهوي في جذع الرمعوية، قد يكون سببه تضيق، يصير نقص التروية في البداية، يصير بعدها تأكل بال الأول ما يتأكل البهارية لأنه هي بالتم حالة بسرعة، بعدها يصير في تليف والتندب بالنسيج اللي تحته، بالمرحلة الأخرى يصير معنا تضيق. العذر سببه أذية وهي عكوسة، بعض العمل الجراحية انخفاض عابر وضغط الدم ينخفض ويرتفع. الموجودات تميل موجودات أن تكون طبيعية، ممكن شاهد علامة بصمة الإبهام، علامة بصمة الإبهام طبعا يصير فيه منظر مسنن الكولون نتيجة التأكل والتندب والتضيق اللي حكينا عنه قبل شوي. علامة طبعة الإبهام تظهر علامة بصمة الإبهام على المخاطية نتيجة النزف والودمة تحت المخاطية، الثنيات المخاطية المتوازنة بشدة تظهر كثنيات أظانية. حالة الطبيعية تكون عمودية، الوجبات الكولونية هي نفسها تعطي منظر الإبهام، مثل الوجبة تمتد بشكل عرضي، يكون رأي بعض التقرحات، الطبق المحوري يظهر تسمك القطعة المصابة، يمكن رؤية الخثرة أو تجربة في الحاصل في الأوعية المسايطية، وجود هواء ضمن جدر الأمعاء علامة إنذارية سيئة، النيكو دائما يظهر تسمك والتودم وغير نوعي، ولكن يمكن بالدوبلر أنه يمكن استهلاك هذه الأعراض فيها التروية أو لم نقطع التروية. اللارج باول ابستراكشن أخذناه بصورة بطن بسيطة تقولون نحركم ماتو درسنا كلياتا، وكمان سمول باول وبستكشن أخذناه بلما على ماتو بصورة بطن بسيطة. البيرفوريشن أخذناه وتهوي الأمريكي دائما لما تشوف هلال غازي معانا، وفي هلال غازي إما عمل جراحي أو انثقاب، وجود الهواء لازم يكون ضمن اللمعة، وجود الهواء داخل الغرب الذهب لمعرفة وجود هنا انتقاب لا أو وجود الهواء، ولكن كمية قليلة من البريتوان خارج الأورا المعوية والطبق المحوري. وجود الهواء داخل جدار الأورا المعوية دليل على التنخر، إلا في حالة واحدة بيكون في عندنا الرتوج، الرتوج ضمن الجدار وفيها غاز، فحين يعطي علامة كاذبة أنه في تنخر. حالة تريجر حكينا عنها، والحصيات الكلوية كمان حكينا عنها بالعملية، انفتال السين كمان أخذنا، توسع كولون السين كمان أخذنا بالكولونات، ربوب البطن دائما ربوب البطن، مرض البطن نعمل مطلوب من تطيب الإسعاف، جاك ربوب دائما تطوع أول شيء يكون بطن، شوف هل هناك مزارات حشوية أو لا، ممكن أحيانا نطلب صور بطن واقع من بعض الرطوبة التي يمكن تعملناها بيرفوريشن. يمكن صورة الطبق المحوري بسائل حر دا حول الرحم، البروتوكول الطبق المحوري في حال هو طبق محوري مع الحقن لتحديد من مصدر النزف، وصراحة الصورة بدون حقن صورة باهتة فقيرة التعليم ما بتعطينا معلومات. أنا كاتب الأشعة أكثر لما أشوف صورة بدون حقن، لأنه بالفعل الصورة يعني ما بتعطينا معلومات. ااا
في تمزقات الطحال، تمزقات الطحال راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره الجايه في 4 درجات تمزقات الطحال. نحط ننتقل العمل ان شاء الله. حكيم بس عفوا في عندي سؤال من ناحيه العمل اذا ممكن. حكيم بالنسبة للملف اللي هذا الملف اللي راح تفتحه هلا هو كافي للدراسة بمغطي تمام يعني كل الصور؟ عملي بس ما جاوبني حكيم، نعتمد هذا الملف للدراسة خلص، هذا الملف نعتمده مشان ندرس منه كافي؟ جمالكم إن شاء الله تعالى 15 سؤال، كل سؤال على علامتين. اللي حاضر، اللي حاضر جلسة العمل راح يجاوب. غالبية الحالات بسيطة، شرحنا عنها. تمام؟ إن شاء الله هذا الملف كافي. إنما العلم بحر طويل في أحسابهم وليس تحيط بالعلم الرجال. دكتور أتمتي ولا نشرح نحن الصورة؟ ها؟ الأسئلة أتمتي يعني ولا نكتب الشرح؟ كل صورة اقرأ الصورة الرابطة معهم ثم جاوب اختر الإجابة المناسبة. صورة مثلا هاي صورة. هذا صورة، صورة البطن بسيطة، صورة الطبقة محورية، صورة ظليلة.